دكتور النبي عالج لنا ماما عشان خاطري بعد اذنك. ماشي يا ابني. انا عايزك توصف لي الحاله. بص يا دكتور، هي بتنسى كل حاجه، مش فاكره اي حد فينا. حبيبي حبيبي ركز معايا. تمام. ركز معايا اتفضل. انا عايزك توصفها لي، توصف لي الحاله كلها. اول ما تشوف اي حد فينا بتقول له انت مين؟ يا ابني المريضه افهمني. فاهمك اهو. اوصف لي الحاله، يعني سؤال. اتفضل. امك حلوه؟ تعرف السباك؟ قريب يعني او حاجه؟ يا ابني انا عايزك توصفها لي كلها. اتفضل. هي حلوه ولا لا؟ جفونها، رموشها، بلسمه خدودها. انت بتاع شامبو ولا ايه؟ ما تقعم في ايه يا عم؟ انت في ايه يا عم؟ قوامها، جسمها، اوصف لي كل حاجه. ماشي، دلوقتي انت بتتكلم عن امي. فده عيب انك تعمل ده، عيب صراحه. انا اول ما عرفت ان المريضه واحده ست، انا سبت كل اللي ورايا وجيت على هنا طوال. يا حته كلب، يا حته حيوان. ده انا هشرحك في اوضه العمليات. صورني، صورني معاه. هصورك عشان لما تموت في اوضه العمليات. ها، هصورك يا حته كلب. صورني تاني، صورني لما تموت في اوضه العمليات، يبقى معانا دليل ان انت كنت عايش يا كلب. يا دكتور بعد اذن حضرتك، النبي يا دكتور عشان خاطرنا بس، عايزينك بس تعالج لنا ماما. خلص يا دكتور. من عينيا. اتفضل يا فيه. ايه اتفضل. تعال يا شادي انت واسماء، تعال. ايه ايه؟ شوف المجنون ده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. ياه ياه يا ارض تهدي ما عليك يأدي. ياه، احكي لي يا حبيبتي، احكي لي يا حته سمسميه بالعجوه، بتشكي في ايه؟ ما بتشكي من ايه عند ليه؟ قوم يا كلب اعمل لي شويه شاي. معلش معلش يا نبي عشان يعالجها. يا نبي معلش، احكي لي يا حبيبتي بتشكي في ايه؟ لا، ما هي بالاسلوب ده مش هينفع ترد عليك. ايه؟ ايه؟ انا هخليها ترد ازاي؟ انا هنا دكتور، انا هخليها ترد. قولي يا حبيبتي، قولي اه. قولي اه. يلا حبيبك ماشي وسابك وهي عذابك. آه. انسى عذابك، روح لحبابك، روح لحبابك تاني. آه. نار 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 نار، انا قلبي في حبك نار. النار النار النار، الفكر خلاص احتار. النار يلا هوبا، السقفة معايا هوبا. يلا يلا هوبا، يلا يلا هوبا. اتكلمت ولا ما اتكلمتش؟ اتكلمت. اتكلمت ولا لا؟ ايوه، بس مش دي مشكلتنا، هي بتنسى مش ما بتتكلمش. ايه؟ بتنسى؟ ايوه. انا عرفت امكم عندها ايه على طول كده. ايوه تمام. تعال تعال تعال، امكم عندها شويه فقدان ذاكره، على فقدان شهيه، على فقدان امل. المهم انها بتمر بفتره عصبيه صعبه جدا، لازم تفكروها بحاجات مهمه في حياتها عشان ترجع لها الذاكره، وساعتها ابقوا اتصلوا بيا تاني لان امكو عجباني. باي باي يا حلوه، هات لي الكلب الحيوان ده على اوضه العمليات. بحياه ابوك ما هسيبك، جايب لك نص كيلو مسامير هحطهم في بنكرياسك يا حته حيوان. يا كلب هات لي الشبشب. يا كلب.